حتشاوي الدنيا حتشاوي الناس 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 حتشاوي الدنيا حتشاوي مو بصل مو بصل بجيب البصل كلونيا 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 فوق 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 فوق
ايه بسرعه بسرعه. واضحه واضحه يا واضحه. لا حول ولا قوه الا بالله. واضحه يا اختي واضحه واضحه. ضاحي ما في شيء، ما في الا العافيه. ضاحي ضاحي. واللي سلمك شلون ما في الا العافيه وسياره نعمتها؟ يا بنت الحلال عمر الشقي بقي. بس ذبحتيني. جبيت انت عشان تصحي، عشان تصحي يا ولد خالي. انا بروح له، واللي سلمك خلوني اروح له اشوف اطمئن عليه. كلنا بنروح، كلنا بنروح، بس انت اهدي 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 اهدي. صحيح الرجل ايش ذراعي مشاكل. كل من خلص من مشكله طب في مشكله. الظاهر مو باسم ضاحي، الظاهر اسم مشاكل. تكفون الله يخليكم. الحين الرجال مات ولا ما مات؟ مات مات. قلنا لا الرجال ما مات، حي ابن الحلال. حي ابن الحلال. ليش تكذب على الرجال؟ ما يصير الكلام هذا. الله يبارك تعالنا. الله يرحم والديك. ما يصير الكلام هذا. بشر دكتور. بشر دكتور. المريض المريض بخير، مجرد كسور وضوض بسيطه. الحمد لله. ايش يقول؟ احنا ندعي. اسمع انت، بعد ما تخلص ترى راجعني بالمكتب ان شاء الله. حاضر. يلا حاضر. انا قلت خلصت منك يا ضويحي. افا ما مات يا ليت ميت. بس قصري قصري بس يا ولد خالي. قطعتي قلبي وانت صغير. توفر عيلي توفر. اسمعوا من عندكم ميتين؟ ضاحي حلوان. ضاحي يا ابن الحلال. رجال وحد الله، رجال حي. الحمد لله. لا بس من اللي قالكم الكلام هذا؟ سعد سعد سعد. ما عنده سؤال. كل واحد يقول له سنكبر. نشوف ابوه وين هو. بس تشوفونه بعد ما خلصوا من الدكان. تقولون تشوفونه عادي. خليكم ننتظر. مشكور مشكور. مشكور. قصه الله ينتقم منك. بس بنت الحلال. بس الحمد لله الحمد لله. سعد انتي شو تسويني؟ ولا كلمه ولا كلمه لا تحكي. وانت يا سعد ما تجوز مشاكلك انت. الله يخليك. خليك بعيد، خليك بعيد. الله ينتقم منك يا سعيدان. انا ادري ناوي تذبح ريلي تخلص عليه وتخلص على عمره. صدقك ما تستحي. الله ينتقم منكم انت وعائله الحلوانه كلكم. سعد ما عليه ما عليه. برتخلى بارك الله فيك ولا في رايلك. تحملي تحملي عشان خاطري. خلاص تحملي تحملي. يلا يلا. مو هني مو هني. شوف خالي ايش فيك؟ ايش فيكم انتم قصروا؟ ايش فيك؟ شوف شوف لعمي شوف. اي هذه هذه 340 340. هاي لي هاي عليك يا ضاحي. بس 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 سكتي سكتي. فضحتيني طيرتي عقل. ايش فيك انت؟ هاي يا رجولي. هاي عليك يا ضاحي. اسم الله عليك. اه يا ضاحي. اسم الله عليك. اسم الله عليك. ما عليك شر. اسم الله عليك. ما تشوف شر يا خالي. ما تشوف شر. يا سعد انت تسني. سعد انت تسني. خلي سلامتك. خلي عنك. الله ينتقم منه. الله سعد ريت تكسرت وحده وحده. اجر عافيه اجر عافيه نسيبي. اجر عافيه. اخ يا الله. يا سعد كسرت ضلوعي. كسر. بسم الله عليك. بسم الله عليك. بسم الله عليك خالي. اجر كسر ضلوعك. بخيت اطلع برا عني. بخيت اطلع عني. اطلع يا بخيت. خالي خالي مو زين عين. انا اطلع برا. انا اطلع برا. هذا جزاي اني ازورك. بس الشرهم عليك انت. الشره علي انا ولا انت ما تنزار. يا ليت سعيد انا مكسر ضلوعك. بخيت بخيت. تعال يا بخيت. الله يهداك. ايش فيك انت يا عمي؟ خليتني فوق. سلامتك سلامتك يا خالي. ما عليك شر. سعيدان كسر ضلوعي وظهري وريوني. سعيدان كسرني. سعيدان. يا الله يا الله يا الله. هذه السالفة كلها يا ربيع. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي يا أخي هذا مشاكلكم أنت ما تنتهي مع ضاحي اللي يسمونه ذا. يا ربيع يا ربيع يا ربيع. لا تقول إلا خير. بس مو راضيني عتقوني. مو راضيني يخلوني بحياتي. بهدلوني بهدلوني. زوجتي منصوب وخالها خالها يشوف يوم اشوف فيك يوم. يا ضويحي اشوف يوم فيك. طيب الحين انت تدعي على الرجال بس ايش ناوي تسوي انت؟ ما ادري. عجزت وياهم يا ربي. اجي يمين يجون يسار. عجزوني عائلة الحلوانة. تعبت وياهم. ما في غير حل واحد.
لا لا يا سعد لا يا اخي عقل يا اخي ايش فيك انت يا اخوي هذا تصرف واحد مو عاقل يا اخي شو اسوي علمني شو اسوي يعني دور منافذ حلول ثانيه يا اخي خلنا من هالموضوع يا ربيع في موضوع يا ربيع حقيقه في موضوع تفضل ما ادري ايش اقول لك هذا شلون لا اقول اسمعك ما ادري شلون اقول لك يا ربيع موضوع صار لفتره مقلقني خير خوفتني ها اخوك يا ربيع ها اخوي سلمان في شيء مو اخوك سلمان اقعد مو اني ابطاري اخوك سلمان يا اخي تقول اخوك خوفتني لا يا ربيع مو اخوك سلمان ها اخوك اللي ما ولدته امك ها اخوي راشد سامع عنه شيء انت كل ساعة قلت لي اخوي سلمان اخوي راشد خلنا نكمل يا اخوي خلنا نكمل يا اخي هذا اخوي المولد تمي يعني ما في الا هذا اخوي لا اخوي ملا أخو... انسى اخوانك اخوك اللي مولدته امك رفيج عمرك انا يا ربي اي نعم قول يا اخي من الاول ان انت جننتني خوفتني طيحت قلبي يا اخي اشرب ماي ما ادري ايش اقول لك يا ربيع لكن تبي تستاذن لا لا اشوف ها الحقيقه يا ربيع أنا ما أدري إيش فيني صار لي فترة يا ربيع أحن وأون حالي متلخبط يا ربيع صدق يا ربيع ما ينزل شريط بالسوق إلا آخذ بدل النسخة نسختين أسمع الأغنية يا ربيع مرتين ها فيك أنت سعد مش فيك مو طبيعي مش فيك لا طبيعي تقدر تقول طبيعي لا لا مو طبيعي يا ربي الله يهداك بس هي لا 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 انت ربيع تفضل يعني على بلاطة اي من الاخير حقيقة يا ربيع انا احب شنو احب يا ربيع احب وون وحن شنو تحب ايش فيها شنو ايش فيها يا اخي كلت حياه هذه شنو ايش فيها ما تسعى على وجهك انت احد رجال وبسنك ومتزوج ان وقلبي واشتكي انت بصاحي انت حجل ايش خليت عقل المراهقين يا ربيع الحب شيء كبير الحب شيء كبير عجزوا فيه الادباء عجزوا فيه ما ادري الشعراء شيء كبير ما حد يقدر يوصفه ولا حد يقدر يسيطر عليه ما سمعت الشاعر اللي يقول ابكي على البنبرة وابكي على التينة وابكي على من ذبح قلبي بسكينة ابكي على البنبرة وابكي على التينة ها لا حول ولا قوة الا بالله تقولين لي رتش يمشي مع المعروف هذا تيجي ترتش هذا طردنا الحين لا تلومه من حرة ما فيه يا جماعة الخير استهتوا بالله ما حصل لك الخير ايش فيكم الله يجازي اللي كان السبب ايش قصدك يا مرت خالي من دخلنا وانت قاعد تقطين حكي ليش حبيبتي اللي عاجبه عاجبه واللي مو عاجبه يطق راسه في الطوفه شنو يعني اقول سجلنا قوم انتوا حري الرجال طايح بالمستشفى مريض وانتوا قاعدين هنا تخانقون ايش فيكم تصبحون على خير يا واضحة ترى ما نجحك شوف كل هذا اللي صار حق ضاحي من وراء رجلها ايش من وراء رجلها ورجال شو السبب هو اللي قام يلوحقه في الشوارع ليه صدمت السيارة خلاص الرجال قاعد يدافع عن بنت اخته وش دخله بين بنت اخته وزوجها ما راح نتدخل مرة ثانية زين احسن يلا سلام عليكم السلام وين رايح يا بنت الحلال عرفة شواقدة اللي مده بروح اشوفه اطمن عليه وش في خاطرك ذي الايام متشدر يا ابو بخيت الظاهر ذا الصبحيه انت فاضي علي شلون خاطري ما يتكدر وعرفج مختفي له مده وش هو عرفج وينهم مختفين بيه خاف له ربع ولا راح يزورهم هنا ولا هنا تتكلم خرص انت يا فرحان تتكلم خرص اذا لا اهل بروح يزورهم يقول لي بلغني طمني يقول رايح بقلعه وادري والله اشوفك وياكل بقلبك عليه لكن ما تلاه صديق عمرك لا تلومني لا تلومني وهذا قلت صديق عمري من الطفوله عليك لا تلومني هلا هلا حياك الله مرحبتين هلا من يوم احنا صغيرات متربين مع بعض
السلام عليكم. عليكم السلام. أنا قلم جيب فلوس. يبا قل له ليش مستعجلة؟ تو الناس الله يسلمها. السلام عليكم. حياك الله. سلم على المعزبة. هذا سواق أم إسماعيل. أي نعم، هذا سواق أم إسماعيل. ها إله إلا الله، الله يرحمك يا أبو إسماعيل. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. أجل مات من زمان. إي ميت له عشريات. ايوه ومرته ما تزوجت، قاعدة على عيالها. هي قاعدة على عيالها وهي مرته طيبة. أيوة. ومربية عيالها تربية حسنة. ونعم ونعم. الله الله يوفقها إن شاء الله. الله. لا وهي بعد من ناس أجاويد، وناس عندهم خير كثير. كذا. أيوة. الله يزيدهم. الهدف الثالث للشباب. يا سلام. إيه هذا اللاعب عدل، عدل شمك. يباع. جميلة. يبا نعم نعم احط لك العشاء يا ايه منك يبا احط لك العشاء نعم نعم بعد احط لك العشاء ايه يا ابوش حطي 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 جاهز العشاء هناك جاهز يا جيبي هني يا طالع الكوره على البراك واللي تسمع اجيب هني ايه يا ابو جيبي جيبي نهايه الشوط الثاني والمباراه ما شاء الله عليك يا بنيتي خوش حطلك لوموي ها لوموي كل واحد فيه اخلص يلا يبا اي لعبي ولا لعبك لا عندي انا عندي انا او عندك انا عندي انا عندي انا تفضل 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 تبي تشرب اشرب هذه الكاس لا لا بلا اخلص اصبر 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 دقيقه خلنا نشوف شوف وطالع وتمنظر بس 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 خلصت اصبر شوي اخلص العب معانا يا ولد العب معانا يا ولد العب معانا يا ولد ايوه ايوه اخلص حكي ها خلاص خلاص خلصت خلصت قام اقول قام هنا ولا هنا يلا يبا يلا خلنا نشوف ايش بتسوي خلنا نشوف سكرنا عليك بعد ايش بتسوي دقيقه واحده سكر علي اشرب ميها اشرب ميها جيكين من بدينا شربت يبس ريجك بعد عمرك اخلص واحده هذه هي اخلص هذه هي هذه هي العب معانا يا ولد العب معانا يا ولد يلا اخلص يلا اخلص عندك عندي يعني خلاص اي خلاص ترى شف شفت ايوه ايوه شلون قام قايل لك الدهن في العتاق يا طويل العمر اخلص والله انا شاك في اللعبه شاك فيها شاك والله هذه عدل يا اخي عدل انت مقعد وانا شايفك تشرب مياه داري اني اريدك يبس بس اسمع قام يبا المطبخ اليوم عليك يوم عليك انت انا امس طابخ اليوم يبا عليك ليش اطبخ لنا اللي تبي
وانتبه بلا تحرقه، خلنا نتغدى اليوم. الله اكبر. الحين كنك ما حرقت ولا غدا ولا عشوه. انا انا بس مشكلتي البصل، والله لو تفكك من البصل لا تشوف. انا ذا المره بس اترم البصل وقبل حمسه بصب عليه جيك ماي. اقول ليله اوريك العشوه الصح، وبعدها قابلني في البومه. قام اطبخ خلنا نشوفك. حرق طبختنا وحرقنا. يا الله يا كريم يا الله. خلنا نشوف شو في التلفزيون. بعدك انا هايم الاصلح لنا يم. 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 تخطر في احلامي واشتاق لك دايم. تخطر في احلامي واشتاق لك دايم. لا باس عليك لا باس يا سيد واغلى الناس. هذه الدنيا لا تعرف استقراراً أبداً، ونحن فيها نلهث مسرعين نحاول استباق الزمن دون جدوى. كم أنا أتلهف لنسيان كل ما حدث. هل كان كابوسا أم حلم؟ لا أعرف. فجأة وجدت نفسي وحيدة متألمة في القمر. سعيدة، أنا آسفة على اليوم اللي قلته لك. لا تزعلي مني، أنا كنت مضايقة شوي. ما علي مرت خالي، ما صار لها الخير. سعيدة شفيك؟ سعد شفي سعد؟ سعد تغير. إيه شلون تغير؟ ما هو لولي مرت خالي تغير علي. ما هو لولي؟ عيال أكيد ناوي على شيء. ناوي على شيء؟
يعني شنو؟ ايه ولك فيه يا عرفت، ما هي بعادة لك تختفي كذا بس، ما يصير. ذبحني الوسواس، خليتني اكلم روحي. يا اخي لو تروح اي مكان قل لي يا بخيت، ترى بروح لاهلي لاقاربي لنسباي، بروح المكان الفلاني، تترك انت ذي عرفت؟ والله ما بضحك. ايه يا عرفت وينك فيه؟ صبوخ لا ايش تبي؟ كيف الحال؟ اخلص قل لي ايش تبي؟ ابي ابو فايز. ابو فايز مو فاضي. ايش عنده بعد مو فاضي؟ عنده اجتماع. اجتماع؟ ايه. اجتماع مع منو؟ مع خبير اجنبي. خبير اجنبي؟ ايه اجنبي. طيب بدخل بس شوي، ابقى في شغل ضروري انا. ليش تدخل؟ قال لي لا تدخل احد علي المكتب. طيب يا ابو صنبوخ الان تحصله محتاس زين ولا لا؟ ومحتاج مترجم، خلني اساعد انا ترجم ليه؟ الخبير عربي. عربي؟ ايه عربي. توك تقول اجنبي؟ يا اخي لابس بنطلون يا اخي. لابس بنطلون؟ نكت يا اللي شفته انا. اقول نزل ريولك لو سمحت. حاضر تامرني ابو صنبوخ. حاضر سم. اوه أقول أوه هذا الظاهر أنور يبقى يدفع عزبة الشاهي. العزبة؟ إيه. جاك الحب. جاك 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 شركة الخياش بألف ومئتين وحلالة. نعم يا أبو فايز. أمس تقول بألف. أمس يا أبو فايز، واليوم اليوم ولا بتطاوع لي؟ بكم شركة الكراتين أجل؟ 800 ريال. الكراتين ب800. أي يما شال اجتماع هذا؟ خياش وكراتين؟ الله يا محلى الدنيا، محلى الدنيا بالحب، محلى وكتير، وحب الإنسان